نعم بالفعل كان هنالك مكتوب وقع عليه 1145 جندي من جيش الاحتياط، وفقط ملاحظة جيش الاحتياط يشكل نحو 75% من قوات الجيش الإسرائيلي، إذن هو جزء مهم من هذا الجيش. أكثر من 1000 جندي في سلاح الجو من الاحتياط قدموا عريضة مكتوب وأرسلوها إلى أعضاء الكنيسة، أرسلوها إلى رئيس هيئة الأركان هيرتسي هليفي وأيضا إلى قائد سلاح الجو تومر بار، قالوا فيها بأنه إذا ما تم إقرار القانون يوم الأحد المتوقع أن يمر أصلا في الهيئة العامة في الكنيسة يوم الأحد أو الاثنين، هذا هو الجدول الزمني، سينفذون تهديدهم فورا ويتوقفون عن خدمة الاحتياط في سلاح الجو. إذن نتحدث حتى الآن عن تهديد، رغم أنه كان هنالك أيضا مئات الطيارين في سلاح الجو كانوا قد أعلنوا عن توقف خدمتهم في الاحتياط منذ هذا الأسبوع، منذ بداية هذا الأسبوع. هذا أمر لا يستهان به، محللون عسكريون إسرائيليون يقولون بأنه إذا ما تم تنفيذ هذا التهديد سيؤثر بشكل كبير على كفاءة الجيش وسلاح الجو. بالضبط، ونتنياهو أشار إلى أن هذا سوف يشكل تهديدا حقيقيا لأمن إسرائيل. بالإضافة نتنياهو أشار أيضا في تصريحات له لأن هنالك جهود تجرى للتوصل إلى حالة من التوافق على مشروع قانون التعديلات القضائية. نعم، دعني فقط أقول بأن القانون المتوقع أن يمر في الهيئة العامة للكنيسة هو قانون واحد من ضمن عشرات القوانين، لا يتم الحديث هنا عن قانون واحد للتعديلات القضائية، هي حزمة من القوانين كلها إذا ما مرت في هذه الصيغة ستغير وجه النظام في إسرائيل بشكل كامل. الآن يتم الحديث عن قانون واحد وهو إلغاء حجة عدم المعقولية الذي يمنع من النظام القضائي في إسرائيل من أن يفعل رقابته على قرارات الحكومة والوزراء ورئيس الحكومة أيضا وصلاحياتهم، ولذلك يرون المحتجون بهذا الأمر بأنه بداية ما يسمونه إسرائيل الدكتاتورية. بالأمس تحدث نتنياهو عن هذا التوافق، ولكن يعني المعارضة الإسرائيلية تقول بأنه حتى الآن لا محادثات، بل أكثر من ذلك كان هنالك خطاب لغانتس قبل يومين كان فيه قد أعلن بشكل علني وقال بأن مقر الرئاسة الآن مفتوح أمامنا للوصول إلى هناك وللوصول إلى توافقات بشأن هذه التعديلات القضائية، ولكن دعوة غانتس لم تلقى أي ترحيب ولم تلقى أي تجاوب أو حتى إجابة لا بنعم ولا بلا من قبل الائتلاف الحكومي. كان هنالك محاولات من قبل نتنياهو بأن يعني هو وزمرة من المقربين إليه من الأكاديميين وأناس يعملون في سلك القضاء سابقا بأن يتم التوصل إلى صيغة مخففة لهذا القانون، تحديدا قانون إلغاء حجة عدم المعقولية، ولكن الجدول الزمني يعني هو ضيق، ولذلك من غير المرجح بأن يتم التوصل إلى هذا التوافق أو تخفيف هذه الصيغة. الائتلاف الحكومي يريد تمرير هذا القانون قبل، وبالتالي المشهد يتأزم أكثر فأكثر التي تنتهي في نهاية شهر يوليو، المشهد يتأزم ومن المتوقع أن يتأزم أكثر فأكثر. يعني بالأمس من سمع خطاب نتنياهو بشكل جيد فهم بأنه هيئ الأرضية لكل المستمعين لهذا الخطاب بأن قانون حجة عدم المعقولية سيمر عاجلا أم آجلا، وأنه لن يكون هنالك توافقات، من يقرأ بين السطور لن تكون هنالك توافقات بشأن هذا القانون. وكان قد سرب يعني حديث لنتنياهو بأن إذا ما لم يتم إقرار هذا القانون قد يتفكك الائتلاف الحكومي، ولذلك بالنسبة لنتنياهو هذا يعني موضوع حياة أو موت لهذه الحكومة التي شكلها قبل 6 شهور. من المتوقع إذن أن يكون هنالك تصعيد، وبالفعل رأينا هذا التصعيد بالأمس بعد خطاب نتنياهو، استمرت التظاهرات بل وتصاعدت، كان هنالك الكثير من المناوشات والمواجهات مع الشرطة التي لم تنجح بفتح الشوارع المغلقة إلا بعد استخدام وسائل قمعية كثيرة واعتقالات لأولئك الذين أغلقوا هذه الشوارع. الشوارع الرئيسية في إسرائيل تغلق لساعات، لساعتين وثلاث ساعات قبل أن تتمكن الشرطة من إعادة فتح هذه الشوارع. سنرى هذه المشاهد مجددا غدا، سيكون هنالك أيضا تجمع بعد انتهاء السبت، تجمع أمام مقر الكنيسة، وأيضا يومي الأحد والاثنين من المتوقع أن تكون هنالك مظاهرات ضخمة أمام الكنيسة في الوقت الذي سيكون فيه التصويت في الهيئة العامة على قانون حجة عدم المعقولية. أشكرك شكرا جزيلا لك إيمان جبور مراسلة الغد، كنت معنا من القدس المحتلة.